على الرغم من أن قضية الفتاة السعودية رهف القانون انتهت مع وصولها كندا وحصولها على حق اللجوء هناك، إلا أن قضيتها ما زالت متفاعلة في المجتمع السعودي. في البداية نشاهد معًا ما قالته رهف القانون فور وصولها إلى كندا في أول ظهور إعلامي لها وهروبها من السعودية بعد وصولها. نظام الولاية يكون على كل نساء السعوديات إلين تموت مهما كان عمرها خمسين أو ستين. الولي نفسه يتخذ قرارات عن بنته مين تتزوج ايش تتوظف ايش تدرس حتى لما واحدة تدخل السجن وتطلع لازم موافقة ولي امر فلما الولي يعني يتبرع عن بنت يتبرع يعني عن بنتها حتبقى في السجن طول عمرها وما راح تكون مستقلة أو ما راح تطلع ردا على منح كندا اللجوء لرهف اصدر رئيس الجمعيه الوطنيه لحقوق الانسان السعوديه مفلح بن ربيعان القحطاني بيانا قال فيه مثل هذه الاساليب التي تتبعها بعض الدول وبعض المنظمات الدوليه دوافعها سياسيه وليست انسانيه تعمد على لسان بعض مسؤوليها الى تحريض بعض الجانحات والمراهقات السعوديات على الخروج على قيم وتقاليد اسرهن التي تكفل لهن حياه كريمه مثل هذه الأساليب لا ستظهر أمامي هذه يقول قوانين السعودية تمنع الإيذاء وتعاقب فاعليه بمن فيهم الوالدان وبقية أفراد الأسرة بيان القحطاني تلته حملة على السوشيال ميديا باللغة الإنجليزية تحت هاشتاغ The Real Life of Saudi Women أو الواقع الحقيقي لنساء السعوديات والكثير من الحسابات غردت بالإنجليزية تقول مثلا تونا في المملكه العربيه السعوديه لم ار امراه بلا ماوى في احد الشوارع انا لم ار امراه تنظف القمامه في الشارع انا اعرف فقط المراه كمعلمه واستاذة وطبيبه ومحاميه وام حساب اسمه 77 العلاج مجاني الدراسه مجانيه العداله متوفره الامن متوفر الوظائف متوفره الخدمات متوفره لنا كمواطنين بسهوله، المستقبل مضمون، كل هذا موجود فقط، فقط في السعوديه. اما انجل شيري تقول هؤلاء النساء اللواتي يمكن ان يظهرن او يظهرن وجوههن، طبعا هذه من الجانب المختلف، الجانب الاخر الذي يتهكم على التغريدات الاولى، تقول هؤلاء النساء اللواتي يمكن ان يظهرن وجوههن وشعورهن هن محظوظات بان لهن وصيا يسمح لهن بذلك. ولكن إذا لم يكن ولي أمر المرأة السعودية موافقا فسوف تصارع وستواجه الإساءات على مستويات عدة. أما سو فتقول المرأة السعودية أيضا يمكنها أن تموت دون تصريح الوصي وأدرجت هذه الصورة لها ومكتوب تحتها تحتها ما يشي بهذه العبارة. ينضم إلي عبر خدمة سكايب من الرياض أماني العجلان هي باحثة اجتماعية في السعودية مرحبا بك يا أماني. أهلا أما وسهلا أماني هل تظنين أن هذه التغريدات باللغة الإنجليزية ربما والتي تعود حساباتها إلى يعني لا نعرف يعني ليست هذه الحسابات موثقة يمكن أن تغير نظرة الغرب بالنسبة للمرأة السعودية أو الحالة الاجتماعية لها هل تعتقد أنه مثلا السعودية راح تعتمد على حسابات غير موثقة لتغيير وجهة نظر الغرب؟ اليوم يوجد اكثر من نصف مليون مبتعث سعودي، نصفهم نساء منتشرين حول العالم في جامعات في تخصصات مختلفة، هم اليوم هم سفراء للمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المشاريع التي تقام اليوم على أرض المملكة بكل ما فيها من مشاركات لمواطنين ومواطنات وحتى تبوأوا فيها بمناصب عليا ألا تعتقد أنه هذا مثال أو أو رسالة للعالم فعلا بدل حسابات وهمية على تويتر بغض بتأكيد النظر كانت مؤيدة أو غير مؤيدة أنا أتكلم بوقائع اليوم يعني نحن نعيش عصر نهضة للمرأة تحديدا منذ إطلاق رؤية ثلاثين في 2016 وهي تتوجه بشكل كبير لدعم المراه ولتمكين المراه لتصبح جزء اساسي من الحركة أو طيب العجلة لكن مثل هذه يعني. مثل هذه الحسابات يعني التي تغرد أه. طبعا الحسابات التي ربما أعطت صورة مختلفة عن المرأة السعودية كانت مثلا من فتاة نجود المنديل مثلا من أه. من رهف القنون فهي أه. متابعة أحيانا نتحدث أحنا. عن السوشيال أحنا. ميديا لكن لو لو فرضنا أن نستخدم السوشيال ميديا لإظهار صورة حقيقية من السعودية ألا يخشى بأن يكون لها مثلا فعل عكسي لدى لحظة غير. العنف يوجد في كل يعني دول العالم لا يمكن اقتصاره على دولة واحدة أنت ممكن تسأل هل لديكم نظام حماية من الإيذاء أو لا أجيبك بنعم في 2014 صدر نظام الحماية من الإيذاء لجميع أفراد المجتمع ولا ماذا عن نظام الولاية؟ أفراد. لحظة لحظة لو سمحت ما في ما في شيء اسمه نظام ولاية الولاية فقط على الزواج وعلى السفر ما دون ذلك عمل طبابة دراسة يعني مشاركات بكل أنواع المشاركات الاجتماعية توجد للمرأة بدون موافقة ولي أمر ما عدا الزواج وهذا أمر شرعي طبعا والسفر وهو عليه الخلاف الآن ولا نعلم يعني متى ولا أعتقد أنه قد يحصل هذا بوقت أو بآخر نعم. كما حصلنا على القيادة لأنها تتوافق مع رؤية 2030 ثلاثين تدعم تمكين المرأة فلا تستبعد أنه في وقت لا هذا ما, ما قد ستظهره على لنا الأيام سفر. شكرا لك عبر خدمة سكايب من الرياض أماني أحمد العجلان الباحثة الاجتماعية السعودية شكرا لك